بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الأول الثانوي الأعزاء، مرحب بكم في سلسلة مراجعة الكيمياء. فأرجو إن أنتوا تشاهدوا الفيديو، واعذروني إن أحاول أسرع شوية عشان إيه ما ياخدش منكم وقت طويل. يعني أنت لو في جزئية مثلا إيه فاتتك ممكن ترجعها تعيدها تبص عليها. تابعني واي استفسار عن اي حاجة في التعليقات. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استاذ اشرف الحيد.